قافلة يفتقرون وكل ما تدبرنا آثار خلقك نرى التقدير بميزان والحساب بإتقان وصدق الله إذ يقول إنا كل شيء خلقناه بقدر فأحسن سبحانه خلقه وجوده وأتقنه وجعله بديعا في هيئته ووظيفته فأعطى كل شيء خلقه ثم هدى بما تقتضيه حكمة العلي الأعلى ولو اشتهر البائع المترجم ليجد خللا في صنعة الخالق لرجع إليه جهده صابرا دليلا كليلا ضعيفا فتبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور وكل ذلك الحكمان يا عباد الله هو ظاهر ما نراه فكيف بباطن ما لا نراه من عجائب صنعة الخالق جل في علاه وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون وما يزال الحق سبحانه يكشف للناس شيئا من أثار هذا الكون والآيات وباهر صنعته وإتقانه قال عز شأنه سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء كريم ولما كان أقرب الأشياء إلى الإنسان نفسه دعاه خالقه وبارئه ومصوره وخاطره